Good morning. How are you today, student? Today we continue in science about living and non-living things. Open your book, page 48, theme 4, lesson 1. اليوم يا سادس رح نكمل حكينا عن living things. حكينا living things إلها مجموعة من الخصائص. أنا can grow, can move, can reproduce, and respond for any change around them. وأنها كان بريث وكان درينك. هلا مثلنا نحكي اليوم عن أنه living beings can feel and respond to change around them. يعني هي راح تعمل زي استجابة أو تشعر بالتغيرات بتصير حواليها الكائنات الحية. هلا بحكي لك most animals feel things around them. They use their sensory organs, eyes, ears, nose, skin, and tongue. Some insects have failures to feel. They respond to this feeling. For example, when an animal feels cold, it tries to find shelter. When they smell a sort of food, they like saliva start flowing from their mouth. يعني هلأ يامس بحكي لك كيف الكائنات الحية تستجيب للتغيرات بتصير حواليها. بحكي لك أنه most animals feel things around them. هلأ الحيوانات بتحس بالأشياء أو التغيرات بتصير حواليها. أوكي؟ اللي بصير عنا أنه they use their sensory organs. Sensory organs اللي هي معناها أعضاء الحس يا سادس. هلأ أعضاء الحس تختلف من كائن إلى آخر. في منهم كيف ممكن أنهم يحسوا أو يشعروا بالتغيرات بتصير حواليها عن طريق الآيس، في منهم إيرز، في منهم نوز، في منهم سكين، وفي منهم التون. أوكي؟ يعني بيختلف السنسوري أورغانز from living things to another living things. بيختلف من كائن حي إلى كائن حي آخر. Some insects have failures to feel. الفيلرز اللي هي معناها قرون الاستشعار يا خامس سادس أسف قرون استشعار. لاحظ عنا هون بترفلاي. هاي البترفلاي شو إلها؟ فيلرز. هاي القرون نسميها فيلرز يا سادس. بحكي لك a butterfly has sensitive failures. يعني عندها قرون استشعار إيش؟ حساسة. هي اللي بتخليها تحس بالتغيرات اللي بتصير من حولها. ماشي يا مس؟ طيب they respond to this feeling. هاي بتخليها زي تعمل ردة فعل هاي التغيرات اللي بتصير حواليها. هلا for example when an animal feels cold it tries to find shelter. هلا إذا الحيوان حس بالcold برد شو بده يعمل يا سادس؟ it tries to find shelter. بده يحاول لحتى يلاقي شو؟ shelter اللي هو مأوى أو سكن. أوكي؟ shelter المقصود فيها المأوى أو السكن يا سادس. when they smell a sort of food they like saliva start flowing from their mouth. هلا بحكي لك كمان من الاستجابات لبعض الكائنات الحية اللي هي أنها لما شو smell a sort food لما بتشم نوع معين من الطعام smell شم sort نوع of food. هلا إذا هي شمت نوع معين من يعني ريحة نوع معين من الطعام هي بتحبه أو غذاء هاي الكائنات الحية شو بصير؟ في عنا saliva start flowing from their mouth. السليفة المقصود فيها اللعاب يا سادس. بصير اللعاب ينزل من وين؟ من their mouth. okay their mouth. هلا بحكي لك طلع مثلا هون أشهر مثال هم الدوغز. الدوغز هلا الدوغز have a very good sense of smell. هلا الدوغز عنده حاسة الشم كتير قوية السميل عشان هيك بيستخدموه للحراسة يا سادس. بس بحكي لك بنفس الوقت هو في عنده استجابة أخرى أنه إذا الشم ريحة أكل مفضل إله sort food. بحكي لك شو بصير؟ بصير السليفة start flowing from their mouths. okay بتصير تنزل من فمهم. واضح يا مس؟ إذا كل كائن حي له استجابة معينة للتغيرات بتصير حواليه. البترفلاي إلها فيلرز والدوغز بصير في سليفا flowing from their mouth. okay هلا open your book page 49
49 نحكي عن البلانتس، حكينا عن الانيمالز كيف تستجيب. هلا البلانتس، البلانتس do not have sense organs but they can also feel changes around them. A plant can feel the sun and grow towards it. The leaves of that touch mean not a plant can feel something touching them and react by closing. A sunflower turns its movement towards the sun during the daylight. هلا بحكي لك بالنسبة للنباتات يا سادس أنه البلانتس do not have sense organs. يعني هلا البلانتس ما عنده نوز ولا عنده ears ولا عنده skin ولا عنده tone. أوكي، بس كيف بيستجيب للتغيرات بتصير حوالي النبات؟ بحكي لك عن طريق إيش؟ feel the sun. لما هو بده يشعر بأشعة الشمس النبات feel the sun شو بعمل؟ grow towards it. grow towards it. هلا معروفة هاي يا سادس أنه النباتات دائما بتميل أو بتتجه ناحية مين؟ ناحية أشعة الشمس. فإحنا هذا بنعتبره إيش؟ استجابة للتغيرات اللي بتصير حواليها. respond to change. okay respond to change. أنها مالت أو انحنت أو انطعجت أو اتجهت لمين؟ باتجاه أشعة الشمس. okay بحكي لك هلا the leaves of touch. the touch mean not plant can feel something touching them and react by closing. هلا في بعض النباتات اللي هي زي نباتات مستحية إذا بتعرفوها، إنه هاي كيف الرياكت تبعها أو كيف feeling the response feeling and respond. أنها إذا أنت لمستها شو بدها تعمل؟ دغري أوراقها بتضبع بعض، يعني هي بتكون هيك. أوكي، هلا أنا إذا لمست هاي النبتة هي شو بتعمل؟ دغري أوراقها بتضب على بعض، هاي الرياكت تبعتها. عشان هيك بنسميها أنه أو بنحكي لها بالإنجليزي touch me not. touch me not أنه ما تلمسني. أوكي، touch me not، واضح يا مس؟ هلا بحكي لك أشهر مثال هو الصن فلور اللي بنسميها دوار الشمس، نبتة دوار الشمس. بحكي لك turns its movement toward the sun during the daylight. هلا بحكي لك في daylight يعني وقت النهار هي لوين بتنحني أو بتتجه؟ towards the sunlight. okay towards the sunlight. هاي بنسميها respond، استجابة للتغير اللي صار عندها. أنا صار عندي أشعة شمس فالبلانت towards the sun. okay يا سادس. طب مش احنا هنا مادة اليوم. see you next time.